هذه أول مرة نقوم بتقديم برنامج ريادة الأعمال لطلاب متوسطة. فإحنا هذا اليوم راح يوم عزيز لنا ياسر، يعتبر يوم تاريخي لنا، لأنه كما قال زميلي معمر، من قبل كنا نخدم برك مع الثانويات، مع طلاب معهد التكوين، وخدمنا أيضا مع فئة النساء في مسعد. هذه أول مرة نبدأ بفئة عمرية جديدة. الشيء الجميل هو أنه فئة عمرية أصغر، يعني أنتم راكم أصغر مجموعة نتعاملوا معها في تاريخ جمعية ريادة. فهذا يوم يعني يوم خاص جدا لنا، وأنا سعداء جدا بكوننا معكم اليوم. ونتمنى إن شاء الله أن البرامج تاعنا تتواصل. أنا نتذكر أول مرة لما أسسنا الجمعية، جبنا فكرة ريادة الأعمال، فكرة إنشاء الشركات، وقمنا بعدة اجتماعات باش نتفقوا على الفئة العمرية المناسبة لهذه الفكرة. وكانت هناك آراء كثيرة، قال لك احنا كنا نبداو مع الثانويات، كانت هناك آراء كثيرة قال لك الثانويات راهم صغار، طلاب الثانوية قال لهم صغار على هذه الفكرة، ما راحش تقبلوا هذه الفكرة، هذه فكرة تاع جامعات، تاع طلاب جامعة. احنا تحدينا هذا الفكر وقمنا بطرح البرنامج في الثانويات، والحمد لله نجح. انتم اليوم اثبتوا انه ماشي برك الثانويات اللي يقدروا، طلاب الثانويات اللي يقدروا يفهموا ريادة الاعمال، حتى طلاب متوسطه يقدروا يفهموا ريادة الاعمال. وانا اليوم شفت المنتوجات تاعكم وكنت مبهور جدا بالمنتوجات تاعكم كامل في خمسه، يعني قمتم بعمل جبار جدا. المنتوجات تاعكم والخدمات اللي قمتم بها منتوجات رائعه جدا، وانا يعني فخور بما قامت به جمعيه الرياده، وفخور بما تقوم به المتوسطه لطلابها. هذا يعني ان دل على شيء فانما يدل على انه اداره المؤسسه واساتذه المؤسسه راهم يقوموا بعمل رائع جدا. لان شوف فيكم يعني مهارات الالقاء، مهارات التواصل، مهارات العمل الجماعي. ف بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. وبدون اطاله اعتقد انه الكلمه الجايه كلمه ممثل المؤسسه، صحيح؟ نعم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.